تعالوا نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في مؤتمر اليوم لشراكة مع شركة شيل العالمية. تعالوا نطلع نشوف كابتن خطيب قال إيه ونرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني طبعا بمناسبة الأيام المباركة اللي احنا بنعيشها دلوقتي وقرب قدوم شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله شهر مبارك علينا جميعا وعلى بلدنا إن شاء الله، ويا رب يعم الخير والسلام علينا جميعا بإذن الله. النهاردة الحمد لله يوم جديد وشراكة جديدة مع الراعي الخامس للنادي الأهلي، والحقيقة طبعا برضه هو أمر بيسعدنا جدا، لأن من خلاله بنحاول نحقق مصلحة النادي الأهلي. في البداية بس خليني أرحب بالسيد المهندس خالد قاسم مدير شركات شيل مصر، وكمان أرحب بالسيدة الأستاذة أمال الشيخ المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة شيل للزيوت مصر، وجميع قيادات الشركة، جميع السادة الحضور والإخوة الإعلاميين. الحقيقة كلكم مشرفينا. يعني في البداية لازم أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه بالرغم من صعوبات كتيرة جدا يعني بتمر بالنادي وبتقابلنا، وتحديات كتير جدا جدا بنواجهها، احنا بنسعى دايما بنعظم مواردنا ونحاول نوفر احتياجات النادي الاهلي. عندنا زي ما قلت قبل كده النادي الاهلي يمكن النادي الوحيد في الشرق الاوسط اذا ما كانش في العالم يعني اللي يملك اربع مقرات لحد دلوقتي: المقر الرئيسي جزيرة، وبعدين مدينة نصر، مدينة الشيخ زايد، والحمد لله التجمع دلوقتي، غير فرع اخر اسم النادي الاهلي عليه، والنادي الاهلي مدي النوهاو لاداره هذا العمل في الاقصر. ما اعتقدش ان هناك نادي في العالم عنده هذه المقرات، وما اعتقدش برضو ان هناك نادي في العالم عنده اكثر من 19 لعبه للاطفال الصغيرين لغايه الفريق الاول رجال وسيدات، على اساس ان احنا دي رساله، ورساله محملين احنا مسؤوليه كبيره جدا تجاه بلدنا، ان احنا ازاي ندعم منتخبات مصر او مصر في كل الالعاب، وده دور كبير جدا للنادي الاهلي. والحمد لله اعتقد في معظم الالعاب اللي موجوده النادي الاهلي بيمثل اكتر من 50% من اللاعبين اذا ما كانش اكتر من ده في كل الالعاب. دي مسؤوليه كبيره جدا، لكن النادي الاهلي حريص ان هو يقوم بدوره وبدوره الوطني تجاه بلده وتجاه النشء الصغير وتجاه الشباب. ازاي نوصل رسالتنا وازاي نوصل ده لكل شرائح المجتمع بدور وادوار المفروض الانديه الرياضيه كلها. يعني برضو عايز اقول ان احنا كمان الحمد لله من خلال الرعايات ومن خلال الشراكات الموجوده دلوقتي حاسين ان احنا بنحاول بقدر الامكان، يعني بنحاول نحقق نجاحات، والحمد لله في نجاحات اتحققت، لكن كمان ما بننساش ابدا ثوابت وقيم ومبادئ النادي الاهلي اللي المفروض احنا اتربينا عليها من اساتذتنا اللي سبقونا، وان شاء الله ننقلها للي جاي باذن الله. التعاقد مع شركه شيل، شركه كبيره جدا في مجال الطاقه والبترول، ليها دور كبير جدا في مصر والعالم اجمع، والنادي الاهلي زي عادته دايما بيعمل شراكه مع كيانات اقتصاديه كبيره وعملاقه، شركه تعكس قيمه الاهلي وشعبيه الاهلي العالمية، وأيضا تعكس قيمة الشركات والكيانات الكبيرة طبعا منهم شركة شيل. لكن هناك شريك دائم، شريك في كل خطوة منذ إنشاء النادي الأهلي 1907 لغاية النهاردة، في شريك دائم. شريك الدائم ده هو جمهور النادي الأهلي، جمهور واعي، جمهور
عنده وفاء وعشق كبير جدا جدا لناديه. احنا دايما بنراهن على جماهيرنا وهنفضل نراهن عليهم لانهم فعلا دايما في ظهر النادي الاهلي، مش بس في المواقف الحلوه والبطولات، حتى في المواقف الصعبه اول ما من اللي بيساند وبيدعم هو جمهور النادي الاهلي. وكمان الحقيقه دافع ومحرك اساسي لمنظومه النادي الاهلي، ودوره كبير جدا في تحقيق كل البطولات، ودوره اكبر في دعم شركاء النادي. فانا بعتبره ده شريك اساسي بالنسبه لنا في كل خطوه بيخطوها النادي الاهلي. كمان عايز اشكر كل المؤسسات الوطنيه في الدوله اللي بتساند كل الكيانات الناجحه سواء كانت رياضيه او غير رياضيه او في اي مجال تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. عايز مره ثانيه اشكر الاستاذه امال الشيخ وكل المسؤولين في شركه شيل لحرصهم على التعاقد مع النادي الاهلي، وان شاء الله تكون شراكه ناجحه باذن الله وتحقق مصلحه جميع الاطراف ان شاء الله. كل اللي انا عايز اقوله بقى، عايزين نعهدكم على الاستمرار العمل بنفس الجهد والاخلاص اللي كل الساده الزملاء مجلس اداره واداره تنفيذيه وجميع العاملين وجميع اللاعبين كلهم ليهم هدف واحد، وهو كيفيه يعني ان احنا نحافظ على النادي الاهلي يكون دايما في المقدمه. يعني بنعهد الناس كلها ان احنا نستمر في مواجهات اي ظروف صعبه وتحديات راهنه ومسؤوليات كبيره جدا في ظل ظروف زي ما قلت ظروف من الصعوبه اللي احنا بنمر بيها اللي بيمر بيها العالم كله مش بس احنا بس. لكن الظروف دي بتتطلب مننا دايما ان احنا يعني يكون هناك افكار جديده، يكون هناك افكار مبتكره ازاي ان احنا نحقق مصلحة النادي الأهلي والمصروفات العالية جدا جدا الموجودة لكل شبابنا اللي موجودين في كل الألعاب الرياضية ومنشآت النادي الموجودة ومصروفات النادي اليومية. الناس ده موضوع ضخم جدا، احنا محتاجين أكتر من رعاية عشان إن شاء الله نعمل التوازن اللي موجود ما بين المصروفات والإيرادات. وكمان عشان يستمر النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله في أداء رسالته، وإن شاء الله دايما يبقى النادي الأهلي رقم واحد. بشكر جميع السادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.